حياكم الله مشاهدينا الكرام في هذا التواصل الجديد عبر تلفزيون المجلس وعبر برنامجكم برنامج السراي، ومثل ما عودناكم في كل يوم جمعة من الساعة 9 ولغاية الساعة 10. وبرنامج السراي بكل تأكيد نستضيف إحدى الشخصيات الكويتية التي كان لها دور بارز في خدمة دولة الكويت، وضيفنا لهذه الليلة أحد الأشخاص وأحد الأبطال العاملين في دولة الكويت وتحديدا في مجلس الأمة. أرحب بضيفي الكريم الأمين العام السابق لمجلس الأمة، مساك الله بالخير، عمي عبد اللطيف سعود الصقر، حياك الله معنا في برنامج إسرائيل. الله بالخير، أهلا وسهلا. أنا الحقيقة سعيد هذا اليوم بلقائي معكم في برنامج إسرائيل، وهذا الحقيقة يعني كانت أمنياتنا يعني أن يكون للمجلس الأمة قناة خاصة فيها لنشر كل الأنشطة اللي تتعلق بمجلس الأمة، سواء كانت النيابية أو التي تتعلق في الأمانة العامة لمجلس الأمة. وهذا الحقيقة الواحد يفتخر فيه لأن شيء يعني أنا بالنسبة لي شخصيا اللي عملت في المجلس فترة طويلة، إني أشوف هذا اليوم شبابنا يعني يقومون في أدوار يعني الحقيقة لها أهمية في خدمة بلدنا العزيز. نعم عمي أبو سعود، يعني نشأة متفردة نوعا ما، وفي كنف أحد رجالات الكويت، أحد رجالات الرعيل الأول الملا سعود والدك، ماذا تقول عن هذه النشأة أبو سعود؟ والله الحقيقة أنا استفدت كثيرا من الوالد رحمة الله عليه، لأنه كان يأخذني معاه سواء كان في المدارس اللي درس فيها. يعني الوالد في البداية كان عنده مدرسة يسمونها الكتاتيب. كتاتيب، أيوة، اللي تعليم القراءة والكتابة وحفظ القرآن. وأيضا كان يأخذني في المدارس التي درس فيها، المدارس الحكومية، وهي إحداها مدرسة الروضة البنين، وهذه المدرسة تقع في منطقة القبلة، وحاليا الموقع قريب من مجلس الأمة، وأعتقد أن المجلس الوطني للثقافة والفنون والأداب بجوار هذه المدرسة، وأعتقد لا زالت المدرسة قائمة الآن لأنها تعتبر تراث تاريخي للكويت. وأيضا انتقل الوالد من مدرسة الروضة البنين بالقبلة إلى مدرسة قتيبة في منطقة القبلة، فأيضا أخذني معه لهذه المدرسة ودرست فيها فترة طويلة في هذه المدرسة. وبعدها طبعا الوالد قبل هذا كله كان درس في مدرسة المباركية، وهي أول مدرسة تنشأ في الكويت، وأيضا درس فيها، يعني درس فيها ودرس فيها. ومن ثم الوالد انتقل إلى الأحساء ودرس هناك على يد الشيخ عبد العزيز العلجي علوم الدين والفقه وغيرها، ثم رجع إلى الكويت وأيضا قام بالتدريس مرة أخرى في مدارس الكويت. أيضا الوالد كان إماما لمسجد عبد الرزاق اللي موجود الآن في دروازة عبد الرزاق، ولا زال المجلس قائم، كان إماما فيه وأيضا خطيبا في هذا المسجد فترة طويلة. ثم أيضا كان قبل المسجد عبد الرزاق كان إماما في مسجد علي بن شملان اللي هو موجود الآن في الدورة، أيضا كان إماما وخطيبا في هذا المسجد. وبعد ذلك انتقل إلى السالمية، لأن كان للوالد من السابق كان ينتدبون للإمامة في مسجد اللذينة فترة طويلة، فكان حاليا موجود هذا المسجد في السالمية، لا زال موجود. موجود، وكان بيتنا في المول اللي فيه اللي قريب من المسجد، لأن هذا كانت بيوت وهدموها وبنوها كمجمع كبير، هنا كان يقع بيتنا قريب من المسجد، فالوالد كان إمام لهذا المسجد، وكانت أيضا مدرسة في السالمية درس فيها معظم القاطنين في منطقة السالمية في ذلك الوقت، وكان أيضا مأذون، كان يعقد قران لكثير من الأبناء السالمية، وهو معروف يعني، وكان تاجر أيضا.
لا لم يكن تاجرا ولا ما اشتغل بالتجارة ابدا ابدا ابدا. كان طول عمره كان في التدريس وفي الإمامة والوعظ. يعني اي المواهب هذه اللي اجتمعت في والدك رحمة الله عليه الملا سعود، اي شيء يعني تأثرت فيه تأثير مباشر بسعود؟ والله الوالد كان يعني طيب زايد على اللزوم، وكان يتعامل مع الناس يعني معاملة راقية يعني إلى درجة يعني كثير من محبينه لما انتقل إلى السالمية كانوا يزورونه إلى 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 السالمية كثيرين منهم، معظمهم أيضا كانوا يعني مشايخ، منهم الشيخ أحمد توفى الله يرحمه، الله عليه، كان دائما يجي حريص على زيارته، حريص على زيارته، وهذا يعتبر أيضا من علماء الكويت يعني، وكان صديقا له دائما. وأيضا الوالد كان يعني رقيق يعني حتى في طريقته في التدريس والتعليم، كان يحبب الطلبة إلى فهم المعاني التي يقولها، وكان يأخذني معاه باستمرار يعني سواء للمدارس اللي درس فيها أو حتى المساجد اللي أم فيها. يعني عمي عفو المقاطعة، ما كان شديد في التعليم والتدريس؟ لا ما كان يعني يعني المتعارف عليه في السابق أنه خصوصا يعني المشايخ اللي يدرسون الطلبة نفس الكتاتيب وهذه هي المدارس كانوا شديدين على الطلبة. لا هو طبعا هو طريقته في التدريس كان يحبب الطالب الى يعني ما كان قاسي، لا كان يعني رقيق بالتعامل. وصحيح انه يعني كانوا الاباء في ذلك الوقت لما الطالب يتضايق من المعلم لما عندما يشتكي لابيه، الأب يأخذ ابنه إلى المعلم ويقول له لك اللحم ولنا العظام، يعني ما الأب ما يسمع كلام أبي، يقول له اسمع كلام المعلم إنه هو اللي راح يعلمك. فكان والدي يعني ما كان شديد بس كان يعني متوسط، يتعامل مع الطلبة يعني حتى أنا شخصيا كان الشدة أحيانا و الرقة أحيانا، حتى أنا يتعامل معي يعني بطريقة يعني يحببني لي 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 للدراسة ويحببني للصلاة وكل هالأمور هاي كلها. كان دائما يعني حتى زيارات للدواوين في ذلك الوقت يأخذني معاه ويحدث الناس في الدواوين عن كثير من الأمور اللي تتعلق في أمورهم الحياتية والأمور الدينية، فكن أنا تعلمت منها لأن دائما معاه، فأخذت يعني تقريبا يعني جزء، يعني يا ريت اني اخذت كل ما يعني من الصفات اللي كان يتمتع فيها الوالد، يعني اخذت جزء بسيط منها. شنو الاشياء او شنو الاجزاء البسيطه اللي استفدت منها من حياه الوالد رحمه الله عليه ابو سعود؟ والله اولا اني انا استطعت اني اكمل دراستي الجامعيه الى نهايتها، وبعدين عندما تزوجت يعني الى هذا اليوم وانا سعيد يعني بحياتي الزوجيه، يعني ما شاء الله عندي 8 أولاد يعني 4 أولاد وثمان بنات، الكل يعني تعلموا وتخرجوا والكل تزوجوا وأنجبوا أولاد، وعندي ما شاء الله أحفاد كثيرين، الله يحفظهم، بعضهم في الجامعات ما شاء الله، بعضهم يدرس في أمريكا وبعضهم في بريطانيا وبعضهم في الكويت. وأيضا يعني حريصين على الصلاة وعلى الصيام وعلى، وأنا مرتاح، ويوميا أنا حاليا أنا مع زوجتي وحيدين في البيت، يوميا يزورونا ويروحون يردون علينا ومو مقصرين عنا بأي شيء. فهذه الحقيقة نعمة يعني من الله سبحانه وتعالى، وهذا الحقيقة بفضل الوالد رحمة الله عليه اللي يعني علمني من البداية على الأمانة وعلى الصدق وعلى الحرص. ولذلك لما أنا عملت في مجلس الأمة بداية حياتي استفدت كثيرا الحقيقة، استفدت كثير بوجودي في المجلس في الفترة، لأني أنا توظفت وأنا صغير يعني كنت لازل طالب في الجامعة عندما تزوجت قبل أتخرج، والسبب زواجي أن والدتي رحمة الله عليها
طلبت مني أن أتزوج حاليا، يعني لأن خوف أمهاتنا وحرص أمهاتنا، يعني لأنها تريد أن ترى يعني أحفادها. أولادي على حياتها، فطلبت مني أن أتزوج، فلذلك هي اختارت لي ابنة أخوها، يعني زوجتي بنت خالي. بنت خالك. والحمد لله عايشين عيشة يعني من أروع ما يمكن. الحمد لله. وعندنا أولاد وعندنا أحفاد ولا هذا اليوم، وهذا كان حقيقة بفضل تعليم الوالد لي. يعني لولا أنا كنت أرافقه يوميا معاه، ما يخليني أروح مع المسجد، أروح مع المدرسة، وحتى في البيت كان يدرسني ويعلمني. وهذا الحقيقة اللي يعني بداية حياتي في الحياة استفدت من الوالد كثير. يعني حديثنا عن الوالد قد يطول، وراح طبعا استكمل حديث عن الوالد ابو سعود. متواصلين معاكم مشاهدينا الكرام ومع ضيفي الكريم الامين العام المساعد لمجلس الامه السابق عبد اللطيف سعود صقر. فاصل ونرجع لكم ان شاء الله. رجعنا معكم مشاهدينا الكرام ومتواصلين بكل تأكيد، ونجدد ترحب فيكم وترحب موصولة لكل من انضم إلى تلفزيون المجلس وبرنامج إسراي. وأرحب أيضا بضيفي الكريم الأمين العام المساعد لمجلس الأمة عبد اللطيف سعود صقر. حياك الله معنا مرة ثانية أبو سعود. الله يحييك. يمكن أبو سعود قبل الفاصل تكلمنا عن نشأتك وتكلمنا عن الوالد رحمة الله عليه وعن الأمور اللي استفدت منها في حياة الوالد، ولكن أبي يعني أتحدث أكثر عن هذه الحياة، حياة الملا سعود رحمة الله عليه. لما نتكلم عن دوره في حرب يعني الصريف في عام 1901، شنو تذكر منها أبو سعود؟ هذا جدي راشد إيه؟ مبارك الصقر اللي يطلق عليه أبو سماح. أبو سماح. أبو سماح يطلقون عليه بالكويت أبو سماح، لأنه كان عنده دكان في السوق تمر، فكان يبيع التمر. فلما يأتون من خارج الكويت، يعني من خارج الديرة، بعض الأشخاص ليشتروا منه تمر، فكان سمح معهم في البيع. لما واحد يعني يسأله كم مثل كيلو، مثلا قال له مثلا بأي مبلغ، قال لو قال مثلا 200 فلس قال اوكي، قال مثلا قال بعتك بربية او ربيتين، ايه قال لا خلها بربية، قال لا اخذ. وبعدين يخليهم يقدعون، يعني لما يجون ياكل يقدع ويعطيه، يعني ما يمنعه. وكان سمح في البيع. واخر النهار المغرب يسبل كل ما عنده من التمر بدون أي مقابل رحمة الله عليه. ولما يذهب إلى البيت من السوق إلى البيت، طبعا مشين على الأقدام. عصرت هذه الأحداث ولا عصرتها ولا نقلت لك عن طريق الوالد؟ لا عصرتها عصرتها. فلما ينتقل من سوق التمر إلى البيت في قبلة، والبيت كان وين مسجد السايرو، كان غريب من يمس أمه غريب حاليا. وهو في الطريق لما يدخل الفريج ينزل راسه وتنحنح ولا يلتفت لا يمين ولا شمال، علشان يعني سبحان الله يعني يكشف بيته ويكشف احد. وكان يطلق عليه ابو سماح لانه كان سمح وكان طيب، ويعني وتعامله مع الناس يعني الكل يعرفه في الكويت مو بس في الفريج، يعرفه معرفه تامه اللي هو ابو سماح. هو كان في الفترة حرب الصريف شارك، هو في حرب الصريف، وطبعا كان هزم الجيش الكويتي في هذه الحرب، وهو أحد الأسرى من ضمن الأسرى اللي أسروا. ولما أحضروا الأسرى لقتلهم بالسيف، فكان هو لابس دشداشة أو مقطع، كان يعني لفت نظر أحد الجنود في ذلك الوقت، فسحب منه الدشداشة وهو انسل من الدشداشة وهرب.
فاختبأ في اختبأ بين الزرع، فبحثوا عنه بحثوا فلم يجدوه، فهو ذهب إلى بيت أحد البيوت فطرق الباب، ففتحت الباب امرأة: من أنت؟ قال: أنا أوجري، يعني أسير. أسير. فقالت له المرأة: هل رأك أحد وأنت قادم؟ قال: أنا ذهبت إلى المسجد فرآني شخص في المسجد بالطريق. ما هو شكله؟ فوصف شكل المسجد، فقالت: هذا إمام المسجد. فقالت له: تفضل. فأدخلت البيت عندها وقالت له: أنا راح أخفيك عندي هني، وترى الحين الجنود راح أكيد بيفتشون البيوت ويمكن شو يطلعون. فهي أخفتها عندها، وبعد فترة أعطتها زاد وماي وأكل، وقالت له أن الآن في حملة رايحة إلى الكويت بطريق الكويت الكويتية، فأنا راح أوديك وياهم. فهو فعلا راح معاهم، وفي الطريق اكتشفوا من هذا الشخص، فقال لهم: أنا فلان بن فلان. فعرف صاحب الحملة، عرف لأنه مشهور في الكويت، فأوصل إلى البيت. فلما وصل البيت فجاءوا أهل القتلى والمصابين يسألون عن أهاليهم، فكان يقول لهم أنه والله فلان مثلا توفى وفلان لا زال موجود، يمكن يجيكم بعد فترة أو شيء أنا شفته. وهذا الكلام يعني دون في كذا يعني كتاب، منهم دكتور يعقوب غنيم كان في كتاب عن حرب الصريف، وأيضا في الدكتور عدنان سالم الرومي أيضا له كتابين، واحد من الكتب اللي هو عن علماء الكويت كان ذكر. وثقت هذه الأمور وموجودة في هذا الكتب مثبتة. نعم مثبتة. جميل. هل من الصحيح يعني أن شيوخ كثر من الأسرة الحاكمة ومنهم الشيخ جابر العلي رحمة الله عليه والشيخ سالم العلي أطال الله في عمره تتلمذوا على يد الوالد رحمة الله عليه؟ نعم نعم، الشيخ جابر العلي الله يرحمه، وأيضا الشيخ سالم العلي، وأيضا الشيخ سالم صباح السالم الصباح من أبناء الأسرة الحاكمة، وأيضا أفراد من أبناء صباح الناصر السالمية، وأيضا الدكتور خالد الوسمي لا زال على قيد الحياة، هذا أيضا كان أحد كان نائب سابق، وأيضا أحد الطلبة اللي درسهم الوالد، ومنهم أيضا الدكتور يعقوب غنيم والأخ عيسى محمد المزيدي، هذا كان نائب سابق ووزير، كان وزير مواصلات ووزير النفط، أيضا هذا أحد طلاب والدي في المدرسة. وتحدث الأخ عيسى المزيدي في كثير يعني، سواء كان بالصحافة في أثناء المقابلات أو أثناء حتى التلفزيون. أيضا عبد المطلب الكاظمي، الأخ عبد المطلب الكاظمي هذا كان نائب سابق، وأيضا وزير النفط، أيضا درس عند الوالد. وأنا الحقيقة فوجئت يعني، أنا يعني عرفت الأخ عيسى المزيدي كنائب وكوزير في مجلس الأمة فترة طويلة، وأيضا الأخ عبد المطلب الكاظمي كان أيضا نائبا وأصبح أيضا وزيرا، لم أعرف أن والدي درس الأخوين يعني إلا عند يعني بالصدفة لقائي في أحد الدواوين، فدخل أحد الأصدقاء اللي كنت أعرفه من قديم الزمان وكان كبيرا بالسن، فكان ينظر إلي نظرة غريبة. آخر شيء جلس بجنبي وسألني: ألست أنت ابن ملا سعود فلان؟ قلت له: نعم أنا فلان بن وصل. فسمع عيسى المزيدي وابن مطلب كانوا موجودين، فسألوني: أنت ابن ملا سعود؟ قلت له: نعم أنا ابن ملا سعود. وقال لي: احنا معاك في مجلس الامه فتره طويله ولا بنعرف الا عبد اللطيف الصقر، ما نعرف انك انت ابن مسعود، والدك درسنا
في فترة من الفترات أيام الكتاتيب كانت في البيوت. صحيح. والوالد عنده مدرسة في البيت كان. فهؤلاء الوالدي درسهم. يعني أنا ملاحظ من طريقة كلامك ما شاء الله قاعد تتكلم يعني أغلب كلامك بالفصحى أبو سعود. يعني حتى أنا يمكن أنا قاعد أسألك بالكويتي وقاعد ترد علي بالفصحى، مدى التأثر بلغة اللغة العربية الفصحى؟ تأثرت بوالدك ولا زال هذا التأثر موجود أبو سعود؟ يا ريت إني تأثرت كثيرا في الوالد، لأن الوالد كان يتحدث باللغة العربية الفصحى القح، الفصحى. وهذا الكلام الأستاذ والنائب والوزير السابق راشد الفرحان ذكر هذا في برنامج تلفزيوني في شهر رمضان، كانت حلقة عن والدي مولى سعود راشد الصقر، وذكر أنه كان يتحدث باللغة العربية الفصحى وحتى مع الصغار والكبار، وكان حتى خطبته في يوم الجمعة كان يرتجلها ارتجالا وليست مكتوبة. وهذا الكلام يعني بشهادة من الأستاذ راشد الفرحان أبو رياض في حلقته في شهر رمضان الحالي عن والدي مولى، وكان يسميه الشيخ، يقول راشد الفرحان احنا يعني نسمي والدك سعود الصقر الشيخ وليس المولى، ونعتبره من علماء الكويت. هذا كلام يعني على لسان راشد الأستاذ راشد الفرحان في تقديمه لبرنامج أهل الهدى، واختار والدي أحد الشخصيات اللي تكلم عنها واختارها في هذا البرنامج. يعني ما شاء الله أبو سعود، يعني الوالد رحمة الله عليه منارة كان لكم، واستفدتم من هذه المنارة كثيرا. احنا متواصلين بكل تأكيد، ويمكن راح أتكلم الحين بعد الفاصل عن حياتك الشخصية وحياتك العملية أبو سعود. فاصل مشاهدينا الكرام، نواصل هذا الحديث الشيق مع الأمين العام المساعد لمجلس الأمة السابق عبد اللطيف سعود الصقر. رجعنا معكم مشاهدينا الكرام وبرنامج سراي وضيفي الكريم الأمين العام المساعد السابق لمجلس الأمة عبد اللطيف سعود الصقر. أبو سعود، يعني تكلمنا قبل الفاصل أبو سعود عن الوالد رحمة الله عليه وعن الأشياء اللي استفدت منها في حياته وأيضا بعد مماته ومشيت عليها. أبو سعود، أبتكلم الحين عن سكة الحميدة، هذه المنطقة وهذه السكة التي تعتبر مسقط راسك، شنو تذكر منها أبو سعود؟ والله يعني هذه السكة الحميدة الآن وين مبنى غرفة التجارة والصناعة الحالي، غرفة التجارة والصناعة الحالي. أيوة. كان يقابل الوزارة، كانت مطبعة وزارة الإعلام اللي حاليا وزارة الداخلية. لا مش لا مو اللي جبال غرفة التجارة والصناعة، والله هذه كانت المطبعة، واعتقد لا زالت. الشارع هذا اللي يؤدي الى دروازة عبد الرزاق والى البورصة والى البنك المركزي والى قصر السيف، هذا الشارع سكة الحميدة بالوسط بين غرفة التجارة وبين دروازة عبد الرزاق، وين مجمع الوزارات الحالي. الحالي أيوة، بس هي على اليمين، مش على مو على وليست على الشمال. الشارع اللي بين مجمع الوزارات وبين كأنك رايح صوب الأوقاف، مجمع الأوقاف. لا، بعد 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 الأوقاف، بعد الأوقاف عند مبنى غرفة تجارة إشارة للمرور عبر هذا الشارع إلى إلى دروازة عبد الرزاق، على اليمين تقع سكة الحميدة. شنو تذكر منها عمي؟ والله أنا يعني ولدت في هذا المكان، وأذكر والدي في ذلك الوقت راح الحج عن طريق الجمال، فلما عاد الحج جاء خالي وأيضا والد زوجتي تهنئة المباركة، تهنئة بقدوم والدي من الحج.
فكان والد زوجتي لديه عربانة أم حصان، كان يعمل على عربانة أم حصان، فكان الوقت بالمغرب، فأنا كنت ألعب في العربانة، أصعد وأنزل أصعد. كم عمرك تقريبا؟ كنت صغير يعني في حدود يعني يمكن 7 سنوات. فسقطت من أعلى العربانة إلى الأرض، فأصبت ببعض الكسور وهذا، فنقلوني إلى مستشفى الأمريكي، والمستشفى الأمريكي مقابل مجلس الأمة الحالي. مستشفى الأمريكي مقابل مجلس الأمة الحالي؟ أيوة، مجلس الأمة الحالي اللي احنا أيوة. فيه، هذا هو المستشفى الأمريكي. فنقلوني إلى المستشفى هالفترة، فهذه لم أنساها في حياتي كلها من هذا الفريج. وطبعا كنا صغار نلعب مع يعني بعض الإخوان في ذلك اللي في سني، كنا نلعب اللعبات الكويتية الشعبية المعروفة، لبيدة ما لبيدة وهول، وكنا نلعب في ذلك الوقت. يعني عمي أبو سعود بتكلم من روضة الحي القبلي إلى ثانوية الشويخ، يعني أهم ذكريات في هذه المسيرة وهذه الرحلة من الروضة إلى الثانوية. لا، أنا طبعا قبل هذه درست في ثانوية القبلة اللي هي مسيرة الروضة للبين في القبلة، وبعدين مدرسة قتيبة، وانتقلنا إلى السالمية. فالسالمية يعني كملت ثانوية في السالمية؟ كملت الثانوية في السالمية، الابتدائي المتوسط والثانوي في السالمية. وكان في ذلك الوالد توفى سنة 1954 رحمة الله عليه، بعد ما انتقلنا إلى السالمية في هالفترة، فأكملت تعليمي في السالمية، وبعدين انتقلت إلى ثانوية الشيخ. انتقلت إلى ثانوية الشيخ في 1961، وأكملت يعني دراستي 4 سنوات في الثانوية. وفي هذه الفترة فتحت جامعة الكويت فإحنا كنا الدفعة الأولى اللي التحقنا في جامعة الكويت في 65-66، ودرست سنة واحدة في الجامعة، وعرضت علي الوالدة أني أتزوج بنت خالي، لأن كان بيودها أن ترى أولادي وهي على قيد الحياة. فطبعا الوالدة لا أستطيع أن أرد لها أي طلب، فتزوجت، والحمد لله أكملت تعليمي الجامعي بالانتساب في لبنان في الجامعة العربية وأكملت. يعني درست في جامعة الكويت، بعد أول سنة لك في جامعة الكويت الوالدة عرضت عليك أنك تتزوج، أو طلبت منك أنك تتزوج. نعم. ولأنك تزوجت تركت الدراسة في جامعة الكويت وتوظفت في مجلس الأمة. مجلس الأمة سنة 67. 27/11/67 وسجلت انتساب في بيروت ودرست العربي. التاريخ. نعم. فكملت ال4 سنوات، وبعدين عدلوا وضعي الوظيفي من درجة إلى درجة. طيب، يعني بداية عملك في مجلس الأمة وهذه البداية، يعني الحياة العملية الفعلية لك أبو سعود، عملت سكرتير أول ما تعينت، سكرتير جلسة. طبعا من البداية يعني عينت في إدارة الجلسات، وإدارة في ذلك الوقت كان الأخ العزيز محمد إبراهيم العسكري كان هو مدير الإدارة. والحقيقة يعني تعلمت 27/11/67، والحقيقة أنا يعني استفدت الكثير من الأخ العزيز محمد إبراهيم العسكري، علمني الصبر والدقة والإخلاص والانضباط في العمل. والحقيقة هو اللي يعني تأسست على يده، على يد محمد إبراهيم العسكري. وبعدها عينت مدير إدارة للجلسات بعدها بكم تقريبا؟ نعم، بعدها بكم سنة؟ عينت في الثمانينات،
في الثمانينات في الفصل التشريعي الرابع، لما كان الأخ محمد العدساني رئيس المجلس، الله يشافيه إن شاء الله، آمين يا رب. في الفترة هذه عينت مدير الإدارة، لأن في ذلك الوقت مجلس الأمة حل في سنة 76 لمدة 4 سنوات، ونقلوا جميع موظفين المجلس إلى الوزارات، إلى مختلف الوزارات، فبقينا إحنا عددنا محدود، اللي هو كان وقتها عبد اللطيف الفلي الله يرحمه رحمة الله عليه، ومحمد إبراهيم العسكري. طبعا عبد اللطيف الفلي كان الأمين العام، ومحمد العسكري كان الأمين العام المساعد لشؤون الجلسات واللجان، وأنا كنت مدير إدارة الجلسات. طيب قبل أن نتكلم على مدير إدارة الجلسات، كنت سكرتير، شنو كان شغلك بالضبط أبو سعود في هذه الجلسات كسكرتير؟ والله عمل مجلس الأمة بالذات يعني في إدارة الجلسات، لأن في ذلك الوقت كان الطريقة المتبعة طريقة كانت يعني بدائية، كان استخراج جلسات المجلس من الشريط إلى الورق كتابة، تفريقة باللهجة، النواب كانوا يتحدثون باللهجة العامية، فإحنا تنقلونها إلى فصحى، الكلام من اللهجة العامية إلى اللغة العربية الفصحى. فكان عدد من السكرتارية يستخرجون كلام المضبطة باللغة العربية، يعني ينقل حرفيا بسعود ولا في بعض المصطلحات لابد ولو كانت عامية تكون موجودة في هذه المضبطة؟ لا، ينقل كما يقال، بس يصاغ باللغة العربية، لأن بعض النواب يتحدثون باللهجات العامية، يعني الحضري أحيانا يعني ينطق بكلمات حضرية، وأيضا بعض إخواننا يعني البدو أيضا في لهجة أو كلمات أيضا بدوية، فكل نائب يعني أحيانا يعني يلقي، فبعض الموظفين لا يعرفون هذه اللغة. ما تشوف فيها صعوبة أبو سعود؟ لا، فيها صعوبة، بعض الموظفين يعني الشباب صعب عليهم، فيرجعون لنا يسألوننا احنا ما معنى هذه الكلمة، فاحنا لأن بعد استخراج المضابط الكلام في مراجعة من قبل مراجعين يتأكدون من صحة الكلام كنقل حقيقي غير منقوص، وأيضا الصياغة العربية هل هي صحيحة ولا صحيحة، وأيضا أحيانا في بعض المناقشات تكون هناك في قوانين، والقوانين لها إجراءات خاصة نصت عليها اللائحة الداخلية، يعني مثلا لما يكون في مشروع قانون أو تقرير لجنة مرفق في مشروع قانون، فأولا تبدأ في المناقشة في المبادئ العامة، بعد ما تنتهي صوت الرئيس يأخذ الموافقة على المشروع من حيث المبدأ، يعني هل المجلس موافق على المشروع ولا لا، إذا رفض خلاص انتهى، إذا يوافق المجلس على المشروع من حيث المبدأ تبدأ تدخل في مناقشة المواد مادة، وإثناء مناقشة المواد أحيانا يصوت عليها كما جاءت من اللجنة، وأحيانا النواب يدخلون عليها تعديلات بالحذف أو بالإضافة، فيصوت مرة ثانية على المادة بعد التعديل، وهل ما جرى إلى نهاية المواد، وبعد نهاية المواد يصوت على المشروع ككل في مجموعه ككل إتماما للمداولة الأولى، لأن المشروعات القوانين اللي ما فيها جانب مالي
فيها مداولتين، مداولة أولى ومداولة ثانية. إذا عمي يعني ياخذ منكم وقت ياخذ طويل بكل تأكيد. ايه؟ يمكن عمي بسعود أنا الوقت حيل داهمني، ولكن قبل يعني ما أختم توعدني أن نستكمل هذا اللقاء إن شاء الله في الحلقة القادمة ونتحدث أكثر بكل تأكيد عن مجلس الأمة وعن يعني تدرجك وعملك في مجلس الأمة والكثير أيضا بإذن الله. والله يعني أنا يعني أعتز، أنا أعتبر نفسي جزء من هذا المجلس، لأن أنا يعني بدايتي كان في هذا المجلس، ويعني عملت فترة طويلة يعني وليست قصيرة، وبالتالي هذا أنا يعني. وإحنا بكل تأكيد نبي نطلع هذه المعلومات ونستفيد من هذه الخبرة أبو سعود. مشاهدينا الكرام، وصلنا وياكم لختام حلقتنا لهذا اليوم من برنامج إسرائي، لقاء جديد يجمعنا فيكم في الأسبوع المقبل، وبإذن الله نستكمل هذا الحوار الشيق مع الأمين العام المساعد السابق لمجلس الأمة عبد اللطيف سعود صقر. إلى ذلك الحين أترككم في أمان الله ومع السلامة.